يعني اليوم تعادل بطعم الخسارة بالنسبة لكم، بطعم الفوز عفوا بالنسبة لكم. كما شاف الجميع اليوم الشوط الاول كنا يعني ضاغطين فريق الحدود، جاءوا هدفين ضد مجريات اللعب، بس الحمد لله الشوط الثاني باخر انفاس مباراه حاولنا نحصل اقل الخسائر، يعني حصلنا تعادل اللي هو مو بطعم الفوز بس يعني خلانا باقيين بنفس المركز، وان شاء الله نعوض المباراه الجايه ان شاء الله. الجمهور زعلان على الاداء بالمجمل، كيف راح تعوضون الجمهور؟ ان شاء الله راح نعول الجمهور ان شاء الله المباراه الجايه بفوز ان شاء الله، بس اهم شيء كسبنا اليوم هو روح الفريق ان شاء الله. كما شاف الجميع باخر دقائق حاولنا وما قصروا اللاعبين، حاولنا باخر انفاس مباراه نحصل الهدف والحمد لله حصلنا تعادل. شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله محترف فريق القاسم زكريا.